مع تزايد حالات المصابين من وباء كورونا في مدينة تعز، يزداد الطلب على مادة الأكسجين التي أصبحت شحيحة بفعل قلة المعامل الإنتاجية لها، وهو ما سبب إرباك للمستشفيات الحكومية التي تعاني من شحة الإمكانيات. بالنسبة لفيروس كوفيد 19 المرحلة الثانية، الآن انتشاره بشكل كبير جدا داخل المحافظة، ومما يجعل أن الخط الأول أو الاحتياج الأول هو الأكسجين لأي مريض، سواء كان داخل المنزل أو عندما يصل لمركز العزل. لذا تعز تحتاج إلى مصنع أكسجين داخل مستشفى الجمهوري وداخل مستشفى خليفة، وكذلك تفعيل محطة مستشفى الثورة. ورغم وجود معمل وحيد في المحافظة وهو معمل التعاون، إلا أنه لا يلبي احتياجات تلك المستشفيات من الأكسجين. هو المعوقات مش أمام المعمل حقنا، أمام حياة الناس بالمدينة بشكل عام، الحصار الجائر التي تشنه التي تفرضه ميليشيا الحوثي، ومما أدى وانقطاع طرق هيئة العبد وغير ذلك من الطرق، والحوبان الآن أغلق من قبل الحوثيين، والأهم أو مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشقات الديزل بشكل غير عادي، يعني من حوالي 91,000 للبرميل إلى 210,000-215,000 للبرميل الواحد، وهذا من ما يضاعف من الكلفة الإنتاج ويصعب قضية الإنتاج اليومي بسلاسة. مناشدات مكتب الصحة إلى الجهات المختصة لم تتوقف بضرورة وجود مادة الأكسجين لما تحتاجه المحافظة. طبعا مادة الأكسجين تمثل الآن فعلا عائق في القطاع الصحي لمواجهة الكوفيد 19، الحالات المتزايدة بشكل مخيف في محافظة تعز. الكل يعلم أنه حتى قبل 24 ساعة تعدت الحالات المشتبهة 700 حالة، هذا ما وصلنا إلى القطاع الصحي. تعدت الحالات الإيجابية 200 حالة أيضا، هذا ما تم تشخيصه في القطاع الصحي. المستشفيات تكتظ بحالة الحميات، بضيق التنفس، بحالة مشتبهة الكوفيد 19، مما اضطرنا إلى إعلان نداء استغاثة إلى معالي وزير الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات والذين ساهموا معنا إلى حد ما بتوفير اسطوانة أكسجين إضافية وإسعافية من محافظة من العاصمة المؤقتة عدن بتوقيات من معالي وزير الصحة العامة والسكان. أزمة مستمرة وإمكانيات شحيحة أمام القطاع الصحي، وخاصة لمادة الأكسجين التي باتت طلبا ضروريا في معالجة المرضى والمصابين. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.